غزة، مصر تعمر وإسرائيل تدمر. لم تتوانى مصر قط عن دعم القضية الفلسطينية على جميع الأصعدة طوال التاريخ، تضامناً مع فلسطين وشعبها الأبي. من بينها حرص مصر دائماً على إطلاق عمليات إعادة الإعمار لإصلاح ما دمرته قوات الاحتلال عقب كل عدوان غاشم. في عام 2014 وتحديداً بعد 3 أشهر من انتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كانت الدولة المصرية عند مستوى الحدث قولاً وعملاً. حينئذ كانت غزة خارج نطاق الخدمة بفعل الضربات التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي لكل المرافق الخدمية والإنسانية في القطاع. فوراً دعت مصر إلى عقد مؤتمر دولي في العاصمة المصرية القاهرة لدعم الشعب الفلسطيني. المؤتمر الذي حضره مندوب أكثر من 60 دولة اتفقوا جميعاً على العمل مع حكومة الوحدة الفلسطينية على وقف دائم لإطلاق النار ورفع الحصار عن غزة وإعادة إعمار القطاع. وشهد المؤتمر نجاح مصر في حصد تعهدات بلغ قدرها 5 مليارات و400 مليون دولار لإنقاذ الفلسطينيين من الحياة غير الآدمية التي سببتها تلك الحرب الأخيرة. ستظل مصر ملتزمة بوفائها للشعب الفلسطيني وبمساندة قضيته العادلة، تعبيراً عن مواقف أصيلة وأخوة حقيقية تأكد بهما مصر أن القضية الفلسطينية كانت وستظل قضية العرب الأساسية. بعد هذا التاريخ بسنوات، وتحديداً في مايو أيار من عام 2021، أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مبادرة أخرى جديدة لإعادة أعمار غزة، وذلك في قمة ثلاثية شهدها قصر الإليزي في فرنسا. شهدت حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعبد الله بن الحسين ملك الأردن. المبادرة الرئاسية المصرية نصت على منح وتخصيص 500 مليون دولار لإعادة أعمار غزة، إلى جانب تأسيس لجنة وطنية عليا للإشراف على خطوات إعادة الإعمار. بنود عملية الإعمار تضمنت إزالة الركام ورفع الأنقاض وتنفيذ 3 مشروعات إنسانية، إلى جانب المساهمة في الحد من أزمة الطاقة بدعم توصيل شاحنات الوقود المصرية إلى القطاع. وإلى اليوم تواصل مصر دورها التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني بكل الأدوات والوسائل الممكنة، فما زالت مواقف مصر الداعمة والمشرفة مستمرة دون انقطاع، لأن القضية الفلسطينية بحسب وصف الرئيس عبد الفتاح السيسي ستبقى دائما وأبدا قضية القضايا داخل الوجدان المصري.